نجلاء فتحي مولودة 21 ديسمبر 1950، رسالة مصرية اكتشفها المنتج والكاتب عدلي المولد والفنان عبد الحليم حافظ، وتم إسناد دور لها في فيلم الأصدقاء الثلاثة عام 66. ولدت لوالدين مصريين يعني في محافظة الفيوم، وعاشت بها طفولتها، وقد اختار لها اسمها الفني الفنان عبد الحليم حافظ، وكانت متزوجة من الإعلام الراحل حمدي قنديل منذ عام 95. لديها ابنة واحدة اسمها ياسمين من زوجها سيف أبو النجا، الذي ظهر في فيلم إمبراطورية ميم في دور الابن الأكبر للفنانة فاتن حمامة، وهو الأخ الأكبر للفنان خالد أبو النجا. دي الفنانة المحبوبة نجلاء فتحي، ده الزوج الأول سيف أبو النجا اللي هو شقيق خالد أبو النجا، كان ظهر في إمبراطورية ميم مع فاتن حمامة الله يرحمه، وده الزوج الثاني الإعلامي حمدي قنديل الله يرحمه، توفي عن عمر 82 سنة عام 1936 لأسرة ترجع أصولها إلى محافظة الشرقية، وانتقل بصحبة أسرته إلى مدينة طنطا بسبب عمل والده مدرسا للغة العربية بمدرسة طنطا الثانوية بنات. وكشف حمدي قنديل عن كونه هو وأشقائه الذكور لم ينجبوا أطفالا، وهو أمر لم يزعجهم على الإطلاق، وكانوا يشعرون بقضاء الله فيما أنعم الله على شقيقاته بإنجاب الإناث والذكور. وروى الإعلامي الراحل يومياته مع والده الذي كان يسمح له بقراءة جريدة المصري ويطلب منه ذلك أحيانا، فيما كان يقرأ هو جريدة الاشتراكية في بيت زميل له. وأشار إلى أن والده ضربه مرة واحدة طيلة حياته حينما رسب في أحد المواد، حيث خلع حزامه وانهال عليه بالضرب، وكانت هذه هي المرة الأولى والأخيرة. من بين زملائه في المدرسة كان هناك شخص امتدت به زمالته لسنوات طويلة، وهو عمرو موسى الذي صار فيما بعد وزيرا للخارجية وأمينا للجامعة العربية ثم مرشحا للرئاسة المصرية. مجموع في الثانوية العامة قاده لكلية العلوم بترشيح من والده الذي كان يرى أن المستقبل للتعدين والبترول، وطلب منه أن يتخصص في الجيولوجيا، وبالفعل سافر إلى الإسكندرية من أجل الدراسة، إلا أنه بعد شهرين من الدراسة شعر بشعور جاف اتجاه الأمر وقرر أن يعيد امتحان التوجيهية مرة أخرى، وبالفعل حصل على مجموع أرسله إلى كلية طب قصر العيني. أما عن لقائه بنجلاء فتحي فقد ذكر الإعلام الراحل أنه في عام 1991 أوفد التلفزيون المغربي فريق تصوير لتغطية مهرجان القاهرة السينمائي وإجراء مقابلات مع عدد من الفنانين من بينهم نجلاء فتحي التي لم تكن تشارك في المهرجان. وحينما اتصل بها لترتيب المقابلة طلبت ألا تجرى في منزلها بسبب تجديدها للديكور، واقترحت أن يتم التصوير بمنزل شقيقتها بمنطقة الدوقي. بعدها فوجئ قنديل أن اللواء محمد السكري وكيل اتحاد التنس هو زوج شقيقتها، وكان على معرفة مسبقة به حيث دعاه للعشاء، وهناك وجد أن الجميع ينادي نجلاء فتحي بزهرة، يعرف منها أن اسمها الحقيقي هو فاطمة الزهراء، واندهش من بساطتها وتلقائيتها، ثم أخذ يتحدثان عن باريس وذكريات الثنائي فيها، وحينما انصرف كان ينوي أن يلتقي بها مرة أخرى. وقتها أكد قنديل أنه وجد فيها شخصية ستضفي على حياته البهجة، وبالفعل تكرر اللقاء عدة مرات، وفي فصل الصيف ذهبت مع ابنتها ياسمين إلى الإسكندرية فتبعها إلى هناك وتكررت اللقاءات. اهتمامات مشتركة جامعة الثنائية، الاستيقاظ مبكرا، لعب الطاولة، حب السفر، كما أنها كانت تتابع الشأن العام وتنفر من سهرات وحفلات المجتمع. بعد نحو أسبوعين من عودتهما للقاهرة أجرى اتصالا بها وسألها كالمعتاد، عملت لفة في النادي النهاردة؟ فأجابته كتير أكتر من اللازم. وحينما سألها عن السبب أكدت أنها كانت تفكر في أمر هام، وفاجأته قائلة أنا هتجوزك النهاردة، ليرد عليها دون أن يدري عظيم عظيم. وبعدها سألته عما إذا كان لديه بطاقة تحقيق شخصية، لكنه لم يكن قد استخرجها بعد، فطلبت منه القدوم لمنزلها في الخامسة ومعه جواز السفر، قائلة له موافق ولا هترجع في كلامنا؟
فأجابها موافق أكيد. ظهرت ياسمين أبو النجا على السجادة الحمراء برفقة زوجها المخرج خضر محمد خضر، حيث اعتمدت ياسمين في إطلالاتها على فستان أخضر، أضافت إليه حذاء ذو كعب عالي، وعلى ما يبدو أن الحذاء تسبب لها في ألم كبير، لذلك تخلت عنه، فتصرف زوجها بطريقة لطيفة وحمله عنها أمام الكاميرا. ودي هنا صورة تانية ليهم مع بعض، دي ابنة نجلاء فتحي. ياسمين أبو النجا هي ابنة الفنانة نجلاء فتحي الوحيدة من زوجها سيف أبو النجا، وعاشت ياسمين مع والدتها وكانت على علاقة جيدة مع زوجها الكاتب الصحفي الراحل حمدي قنديل، حيث تزوجت منه نجلاء فتحي بعد فترة من الطلاق من زوجها سيف أبو النجا. تزوجت ياسمين من المخرج خضر محمد خضر ولديها منه ابنة وحيدة وهي زين، ويعد المخرج محمد خضر أحد مؤسسي مهرجان الجونة وشارك فيه فكرته والتحضيرات الخاصة به. دي صورة نادرة لنجلاء فتحي مع بنتها، وهنشوف أسرار تانية عن جميلة الشاشة المصرية نجلاء فتحي. ومن ناحية أخرى، انتشر مقطع فيديو قصير على مواقع التواصل الاجتماعي للفنانة الكبيرة نجلاء فتحي وهي تعلق كمامة في عنقها في مايو 2020، وده يعتبر أحدث ظهور ليها، وكانت تهنئ زوج ابنتها ياسمين اللي هو المخرج خضر محمد خضر بعيد ميلاده الأربعين، وسنرى هذا الفيديو الجميل بعد قليل. ربنا يديها الصحة. يعتبر هذا الفيديو الذي لاقى تفاعلا كبيرا من جمهور نجمة الزمن الجميل وأحدث ظهور لها بعد اختفائها لسنوات طويلة بسبب معاناتها مع مرض الصدفية، حيث كانت نادرا ما تظهر مع بعض من أصدقائها. وظهرت النجمة الشقراء خلال الفيديو الجديد وهي بحالة نفسية جيدة، تحدثت وهي مفعمة بالحيوية والطاقة الإيجابية لتعلن لزوج ابنتها أن هذا الظهور هو اختبار لقدره عندها. وإليكم الآن الفيديو وبعده كشف غموض قتيلة فيلتها وبعد كده مين كانوا أزواجها. سنة وانت طيب يا محمد، وعيد ميلاد سعيد يا حبيبي، ترجع لنا بألف سلام. كل سنة وانت طيب يا محمد، وعيد ميلاد سعيد يا حبيبي. أظن دلوقتي انت عرفت انت غالي عندي قد ايه بعد التسجيل ده. كل سنة وانت طيب، واتكلنا بألف سلام. باي. كشفت مباحث الفيوم لغز العثور على فتاة مقتولة خنقا بجوار سور فيلا الفنانة نجلاء فتحي، وتبين أن القاتل هو عمها الذي استدرجها لمنزله وقام بتوثيقها بالحبال ثم قتلها شنقا لشكه في سلوكها، وحتى يبعد الأنظار عنه وضع الجثمان في جوال وألقاه في أحد المصارف المائية، ولكن التيار قام بسحب الجثة لتطفو بالقرب من فيلا الفنانة الشهيرة. نيابة بندر الفيوم أصدرت قرارا بحبس عم القتيل 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد قيامه بتمثيل جريمته فجر يوم الأربعاء 25/3/2020 بقرية شقة عبد الله. وحسب تحريات المباحث العامة تبين أن الفتاة في عمر 25 سنة، بينما يبلغ عمر عمها القاتل 33 عاما فقط، وبرر جريمته بسوء سلوك ابنة شقيقه. وأضاف القاتل أنه أحضر حبلا واستدرج المغدورة لمنزله ووثقها ولف الحبل حول رقبتها حتى فارقت الحياة، ثم انتظر حتى حل المساء ووضعها داخل جوال وأحضر تروسيكل واصطحب الجثمان للممشى السياحي وألقى بجثتها بترعة بحر سنورس داخل حدود مدينة الفيوم، وأرشد عن أدوات الجريمة. وتبين حسب تحريات المباحث أن الجثة لفتاة في العقد الثالث من عمرها، وأن الجوال تم إلقائه في بحر سنورس بالفيوم داخله الفتاة وهي بكامل ملابسها ومخنوقة، وتم وضع عدة أحجار داخل الجوال حتى تغرق الجثة، ولكن تيار الماء دفع الجوال ليطفو بجوار فيلا الفنانة نجلاء فتحي، وتم تحرير محضر بالحارس وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قرارها المتقدم.
ولم يعرف بعد هل كانت الفنانة نجلاء فتحي داخل الفيلا أثناء العثور على الجثة أم مقيمة داخل منزلها في القاهرة. وعليكم بعض الصور لنجلاء فتحي وهي مع أختها التوأم منى فتحي، برأيكم من الأجمل؟ هتلاقوا شبه غريب جدا، حتى ممكن ما تعرفوش مين هي نجلاء فتحي في الاتنين. فعلا يشبهوا بعض جدا. مش هتعرفوا حتى تفرقوا بينهم. أنا مع زوجها الأول سيف أبو النجا، وأدي أختين، وهنا برضو أختين شبه غريب. لو أعجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين، شكرا لكم.